السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Investigations for chronic ischemia. زي ما احنا واخدين في القواعد العامة وعارفين من القواعد العامة ان انا دايما ساعة ما بفكر في investigations بفكر في non-invasive techniques ثم المore invasive ثم المore invasive. هنا احنا عندنا في chronic ischemia ما فيش غير two investigations. Laboratory investigations طبعا دي اقل invasive techniques عندنا ثم radiological investigations. اول حاجة laboratory investigations ايه غرضك منها عشان اعرف بقى فاهم انا بعمل الحاجات دي ليه. انا بعمل يا جماعة laboratory investigation دي to detect risk factors which predispose and aggravate chronic ischemia. زي مثلا بتهيأ لي عنده وانا ابسط حاجه اعمل له فول بلاد بيكتشر. ليه تعمل له فول بلاد بيكتشر؟ فول بلاد بيكتشر طبعا عشان الانيميا اللي زي ما احنا عارفين طبعا اجريفيت الاسكيميا لان في الحالات الانيميا في طبعا امبيرمنت اوف تيشو اوكسجينيشن والتيشو مش عارفه تاخد الاكسجين اللي محتاجاه. او العكس بتاعها البوليسايسيميا. البوليسايسيميا اللي بيزود البلاد فيسكوستي وبالتالي البلاد كواجولابيلتي ويعرضك لثرومبوزس اوف ارترز. الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت مهم لان متوقع طبعا ان هو بيعلى في كل حالات الانفلاميشن زي الاوتو اميون ارترايتس او بيرجرز ديزيز اللي هو نوع من انواع الارترايتس. طبعا اكيد يهمك الديابيتس ميليتس في حاجه. طبعا الديابيتس ميليتس ده اهم بريديسبوزنج فاكتور فور اثيروسكليروز عشان كمان طبعا يورين وبلاد فور شوجر واهم حاجه دلوقتي طبعا بتعمل الجلايكوزوليتد هيموجلوبين. العيان ده هو يهمك البلاد يوريا والبلاد كرياتينين في حاجه طبعا ده رينال فانكشن. لا طبعا يا جماعه لو في امبيرمنت اوف رينال فانكشن في حاجتين مهمين قوي افكر فيهم. اول حاجه افكر فيها الرينال هايبرتنشن سبب الرينال ديزيز طبعا اللي لازم يتعالج والرينال هايبرتنشن بريديسبوز تو اثيروسكليروز. زائد لو البلاد يوريا عاليين والكرياتينين عالي كرينال فانكشن تراجع نفسك مليون في المية لو العيان دون هتحقن فيه اي صبغه لان احنا بنحتاج الصبغات في الارتريوغرافي. فاحنا بنعمل ارتريوغرافي تراجع نفسك 100 مره قبل ما تحقن الصبغه لان الصبغات دي بتبقى نفرو توكسيك. ولو لقيت العيان دون عنده البلاد يوريا والبلاد كرياتينين عالي يبقى دور لك على اي طريقه في الارتريوغرافي ما بحقنش فيها صبغه. نبص نلاقي العيانين دول طبعا يهمك فيهم قوي الكوليسترول ليفل والليبيدز بروفايل. اشمعنى؟ لان طبعا الهايبر كوليستيروليميا والهايبر ليبيديميا من اهم 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 البريديسبوزنج فاكتورز فور اثيروسكليروزس اللي هو الكومانست كوز فور كرونيك اسكيميا. هل يا ترى الاثيروسكليروز بيأثر على اللور ليمبس؟ لا، احنا اتفقنا الاثيروسكليروز ده سيستميك ديزيز ضارب كل الفيسلز اللي في البادي. عشان كده هو طبعا نركز على الكومنست كوز والكومنست سايت فور اثيروسكليروز الكوروناري اثيروسكليروز. عشان كده العيان ده محتاج اي سي جي وايكو كارديوجرافي تو ديتكت كاردياك اسكيميا valvular heart disease cardiac thrombosis. وطبعا الحاجات دي كلها هتهمك قوي في قرار الجراحه وقرار التخدير. ولا نقدر نعمل لا جراحه ولا نقدر نعمل تخدير للعيان دون الا ما صلح له الكاردياك كونديشن. العيان دون يروح طبعا لبتاع الاوفثالمولوجي بتاع الاوفثالمولوجي عشان يكشف على قاع العين. وزي ما انتوا عارفين الفندس دون مرايه للي بيحصل جوه جسمك. مرايه اللي بيحصل جوه جسمك ليه؟
لان مرايه طبعا اللي بيحصل جوه جسمك، لان في الريتينا وانا بعمل فاندس اكزامينيشن هكتشف الديابيتك ريتينوباسي، اثيروسكليروتيك ريتينوباسي. بعد الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها يا جماعه الانفستيجيشنز دي، بتهيألي بقى وصلنا لاهم حاجه اللي احنا عايزينها اللي هي الراديولوجيكال انفستيجيشنز. الراديولوجيكال انفستيجيشن طبعا يجي لك كتير قوي في الام سي كيو، يقول لك ايه اهم انفستيجيشنز فور كرونيك اسكيميا. اهم انفستيجيشنز فور كرونيك اسكيميا هي نفس اهم انفستيجيشن فور اكيوت اسكيميا، دوبلكس التراساوند، او الذي يطلق عليه دوبلكس سكاننج. ده the most important investigation in any acute او chronic ischemia. الدوبلكس سكان ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ هو طبعا كان قبل الدوبلكس في دوبلر، والدوبلر ده هون انا بحط كده هون، طبعا تفاصيل ما تهمكمش كتير بس ده عشان تكون فاهم، بحط جيلي كده هون معين على الليم الجلد، وبعدي الجهاز دوان بقى اللي اسمه ترانسديوسر، والجهاز اللي اسمه ترانسديوسر دوان بيبعت موجات فوق صوتية داخل الجسم على البلود فيسلز، واما بيضرب الموجات فوق الصوتية في البلود فلو، الموجات فوق الصوتية دي بترتد حيث بقى هنستقبل هذه الموجات فوق الصوتية، وبنسمع البلود فلو ده هون، وكمان بيبقى فيه كده هون تحت في الشاشة اللي احنا بنتفرج عليها، بيبقى فيه كده هون كيرف ويفز كده هون بتبين لك البلود فلو التي تمثل هذا الويفز كده هون، البلود فلو في البلود فيسلز. وطبعا دي بتبين لك الفينز وبتبين لك الارترز وبتبين لك كل اللي انت عايزه. طبعا الدوبلر الترا ساوند اتطور فبقى دوبلكس. ايه الدوبلكس ده؟ بجانب ان انا سامع البلاد فلو وشايف الويف بتاعت البلاد فلو ده، انا شايف كمان صورة بالالوان للبلاد فلو، وبالتالي شايف لو في اي فيلينج ديفكت جوه الارترز دي، ده يبقى على طول السايت اوف اوبستراكشن، وبيبين لي السايز اوف ذا ارترز حجمها طبيعي ولا فيها ستينوزس. لو في اي اوبستراكشن هعرف السايت بتاعه فين، هنا ولا هنا ولا هنا، والاكستند بتاعه ايه، واخد له سنتي 2 3. ده انا شايف الفيلوسيتي، بقدر اقيس سرعه البلاد فلو. ده انا شايف يا جماعه التيربولنس اوف بلاد، الدوامات بتاعه الدم جوه البلاد فيسلز. فبيني وبينك الدوبلكس الترا ساوند ده قمه الايه، التكنولوجيا هنا هون في منتهى الجمال. وزي ما انتم عارفين في صنبه في الالترا ساوند دايما انت بتقولها اما بتيجي سيره اي الترا ساوند. طبعا حلاوه الالترا ساوند دايما العيان يقول لك اما تقول له اعمل الحاجه الفلانيه يقول لك بتوجع. يا عم ده التحليل اللي انت بتاخده بتضطر تتشك بحقنه، ده بيوجع اكتر من الالترا ساوند. الالترا ساوند ما بيوجعش خالص، بينلس، زائد افيلابل. ده دلوقتي فيه بورتابل دوبلر ودوبلكس، يعني زي اللابتوب كده هون، بتروح فرده وعامل التكنيك بتاعك، فافيلابل واي حد بيفهم فيه، وان اكسبنسيف، رخيص جدا جدا جدا. فطبعا الدوبلر والدوبلكس دول في منتهى الأهمية، وحلاوة الدوبلكس إن هو بيبين الدوبلر فلو زي الدوبلر والكيرف بتاعنا وسمعين صوت الدم، زائد الصورة الحلوة دي اللي بالألوان للبلود فيسلز. ده يا جماعة بالنسبة للدوبلكس ألترا ساوند. نيجي بقى للدوبلر اللي هو كان قبلي شوية. الدوبلر ألترا ساوند طبعا عرفنا الفكرة العامة، إن احنا بنبعت موجات فوق صوتية، والريفليكشن بتاعها بقى بيبان لي على الايه، على المونيتور كويف، وبيبين لي بقى كل الحاجات عشان ما عادش الكلام كتير، اللي هي هتبان لك كمان في الارتريوجرافي. الزمان كان يقول لك الارتريوجرافي لازم
والارتيريوجرافي ده الى حد ما في حاجات منه انفيزيف ومش مستحبه، بس كنا مجبرين نعمله. لا دلوقتي كان الدوبلر، وطبعا اللي فوقيه بعد كده هو الدوبلكس، بيبين لك كل الحاجات اللي انت نفسك تشوفها وتعرفها زي الارتيريوجرافي بالظبط، وهنقولها في الارتيريوجرافي. زائد طبعا ابسط حاجه ان هو بيبين لك البيتنسي اوف ارتري والبلاد فلو. فالدوبلر والدوبلكس طبعا يعني ما شاء الله في منتهى الجمال. وطبعا طبعا انا زي ما بقول لك، سواء كانت الفاليو بتاعت الارتيريوجرافي هي هتبقى الفاليو بتاعت الدوبلكس والدوبلر، بس حلاوه الدوبلكس والدوبلر ان هو بينلس ونون انفيزيف وما فيش فيهم اي كومبليكيشن، وافيلابل وان اكسبنسيف، اقل بكتير قوي تكلفه من الارتيريوجرافي. كمان من فوائد الدوبلر ان انا ممكن استخدمه زي السماعه، مش هو بيسمعني البلاد فلو؟ طب انا استخدمه زي السماعه عشان اقيس لك الضغط، بس بصوره ادق قوي من الاستيثوسكوب اللي انت بتستخدمها العاديه في جهاز الضغط العادي. فالدوبلر على فكره بيقيس لي حاجه اسمها السيجمنتال بلاد بريشر. ممكن اقيس لك البلاد بريشر على الراديال والالنر والبريكيال وتحت في على الفيمورال وعلى البوبليتيال وعند الانكل البوستيرو تيبيال وعلى الدورسالس بيدس. بيني وبينك الحكايه دي بقى مهمه قوي 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 لدقتها عشان اعمل الحركه ده. هي ايه دي بقى اصولي بمنتهى الدقه بقى بالدوبلر؟ البلاد بريشر على البريكيال ارتري اللي موجود طبعا اللي احنا بنقيسه العادي دون اللي انت متعود عليه في منطقه الكيوبيتال فوس عند القلب. عرفت البلاد بريشر في البريكيال ارتري؟ طب يلا بقى ممكن سعادتك تقيس لي كمان البلاد بريشر على البوستيرو تيبيال عند الانكل. بيكون ان هو البوستيرو تيبيال طبعا ده زي ما انتم عارفين من الكلينيكال بيهايند ذا ميديال ماليورس، وممكن كمان نقيسه على الدورسالس بيدس. فقيس لي بقى البلاد بريشر عند الانكل بالذات على البوستيرو تيبيال، والبلاد بريشر على البوستيرو تيبيال عشان نعمل حاجه اسمها انكل على بريكيال اندكس. طبعا مثلا زي ما انتم عارفين طبعا البلاد بريشر في اللور ليم اعلى من الابر ليم، فطبعا مثلا هتلاقي البلاد بريشر مثلا في السيستوليك بلاد بريشر عند الابر ليم ال 120 اللي احنا متعودين عليه، المفروض بقى في اللور ليم يكون على الاقل يعني 120 زي الابر ليم ده مينيمم يعني، او 130 140، بحيث ان انا لو حطيت لك البلاد بريشر العالي عند الانكل اوفر ذا بلاد بريشر على البريكيال لازم يطلع الانكل بريكيال اندكس ده اكتر من واحد. فاما يبقى ال 140 فوق اللي هي عند الانكل على 120 تحت اللي هي على البريكيال لازم هتطلع اكتر من واحد. للاسف بقى طبعا يا جماعه لو لقينا الاندكس ده قل عن واحد بقى 9 من 10، ده معناها سم سورت اوف اسكيميا. طب لو نزل بقى 7 من 10، اوب 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 اوب، ده بقى سيفير اسكيميا. طب لو قلل 3 من 10، اوب 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 اوب، دي الحاجه الخطيره جدا اللي فيها الليم بيتقال عليه كريتيكال ليم اسكيميا. كريتيكال ليم اسكيميا يعني في اي وقت ممكن يخش في الجانجرين. فدي برضو مفايده عظيمه جدا من فوائد الدوبلر ان انا اعرف لك الانكل على البريكيال اندكس اللي لازم يكون اكتر من واحد. المفروض طبعا العيان ده هو بقى نبتدي بقى نعمل له أشعات بقى بالصبغة. أشعات بالصبغة أكتر أشعة بالصبغة بتتعمل دلوقتي حاجة اسمها سي تي أنجيوغرافي. سي تي اللي هي السي تي العادية اللي احنا متعودين عليها، الأشعة المقطعية. بس مع الأشعة المقطعية دي لازم هنحقن صبغة عشان في الأشعة المقطعية يبان لي الأرتري متلون بالصبغة.
عشان تطلع لي في الاخر المنظر الجميل قوي ده هو. يبقى الميثود اللي انا بعمل فيها سي تي انجيوغرافي ده هي ده، انا بحقن ايودين كونتراست ميديوم عادي جدا وريد زي ما احنا متعودين في الفينز اللي في الارم اللي في الكيوبيتال فوسا ده هي. وبعدين جهاز الاشعه المقطعيه اللي هو بيتقال عليه مالتي ديتكتور سكانر، ده بيعمل مقاطع في الارترز اللي انا عايز اصورها. مثلا اكزامبل ان هو انا عايز اعمل مقاطع في الاورطة والكومن ايلياك والاكسترنال ايلياك ارترز، الارترز اللي في الابدومن. فروحنا عاملين اشعه مقطعيه على الابدومن وبيبان لك في كل اشعه مقطعيه وفي كل اسكان انت عملته الارت باين لك ابيض. اللي بيستقبل الصور دي كلها المقاطع دي اللي انت عملتها كمبيوتر، والكمبيوتر ده بسبيشال بروجرام بيروح مجمع كل المقاطع اللي انت عملتها عشان يعمل لك 3D reconstruction image of the arteries. ده 3D هذه كانت مقاطع اصلا. الكمبيوتر بقى بسبيشال بروجرام بيروح محطط لك المقاطع دي كده على بعض ومجمعها، يطلع لك منظر الارترز اللي في الابدومين وفي البلبس. طبعا زي ما كنت بقول لكم من شويه واحنا بناخد اللابوراتوري انفستيجيشنز، الايودين كونتراست ده هو في يعني اليمنت صغير قوي من النيفروتوكسيستي. ما دام بقى ده نيفروتوكسيك يبقى كونترا انديكيتد لو في اي امبيرمنت اوف رينال فانكشن، والمرايه بتاعت الرينال فانكشن هي البلاد يوريا والسيرم كرياتينين. لو عاليين تبقى الاشعه دهيا كونترا انديكيتد لان مش هقدر احقن الصبغه، مش هتبان لي الارترز في هذه المقاطع، فمش هيبان لي المنظر الجميل المجسم ده اللي باين لك فيه حجم الارترز وشكل الارترز وايه بالظبط المعلومات اللي انا عايز اعرفها عن الارترز. فده سي تي انجيوغرافي اللي يطلع لي سي تي اي. سي تي طبعا احنا عارفينها، والاي اللي هي انجيوغرافي، سي تي انجيوغرافي. طب لو انت قبلك يعني الحاله البايخه دي بقى اللي فيها العيان عنده امبيرمنت اوف رينال فانكشن، هل من بديل؟ هي نفس الاشعه دي بنفس الفكره بس تعمل ممكن من غير صبغه. مين بقى ده اللي ممكن يعمل لنا الاشعه بدون صبغه؟ ماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي، ام ار ماجنتيك ريزونانس اللي احنا متعودين عليها، وايه انجيوغرافي. وده برضو هيطلع لك 3D ايمج للبلاد فيسلز ويزود كونتراست. عشان كده هو لو جات لك حاله في الامتحان الام سي كيو ان العيان ده عنده بلاد يوريا كذا سيرم كرياتين كذا ولقيتهم عاليين، وحط لك بقى في الانفستيجيشن السي تي اي اللي هي سي تي انجيوغرافي كونترا انديكيتد، وتختار على طول الام ار اي الماجنتيك ريزونانس انجيوغرافي. ماشي. العيان ده هو يا ترى هنعمل له انفستيجيشنز ايه بعد كده هو؟ عشان بس الفيديو بتاعنا ما يبقاش طويل قوي، نكمل ان شاء الله في الفيديو القادم بقيه الانفستيجيشنز اوف كرونيك اسكيميا. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.